اقول انه من نعم ربنا علينا انه لما تبص على الخريطة كده من حواليك هتلاقي الامور كلها مش مظبوطة، في اضطراب ضخم جدا وفي خناقة ضخمة جدا ما بين تقريبا كل الدول قاعدة بتخبط في بعضها. ليبيا زي ما انتم شايفين، وليبيا تقريبا فيها تحرك دولي، يعني من الشرق ومن الغرب عدد كبير جدا من الدول موجود في ليبيا، عاوز يبقى له كلمة وعاوز يبقى له دور وعايز يبقى له قرار وعايز يبقى له فضل على انه المسألة في ليبيا بتنتهي. بس الناس في ليبيا اللي بيتخانقوا مش عشان مصلحة الشعب الليبي في النهاية، ولكن عشان كل طرف من هذه الأطراف يبقى ليه جزء في التورتة الكبيرة جدا، لأنه الثروات في ليبيا ضخمة جدا. فالناس مستكترين تقريبا على الشعب الليبي أنه ينعم بثرواته. هتروح يعني تلاقي إيران وتلاقي الأمريكان، وعايز أقول لحضراتكم أن إيران الوضع الداخلي في إيران الآن ينذر بخطر كبير جدا على حكم الملالي، لأنه الإيرانيين محتجين جدا، غاضبين جدا، محتقنين جدا، في مظاهرات عنيفة هناك وصلت لميدان الحرية، وميدان الحرية ده في إيران تقريبا لم تصل مظاهرة من سنة 79. فإذا إحنا قدام تحول درامي داخلي في إيران بعد الأحداث اللي حصل. لما تيجي في سوريا أنتوا عارفين الوضع، في ليبيا، في اليمن أنتوا شايفين اللي حاصل. من نعم ربنا علينا انه احنا عندنا حالة من الاستقرار اللي كان واقف وراها ايه؟ كان واقف وراها سياسة، هذه السياسة كانت بتنطلق من ارضية انه انا بشوف مصلحة الشعب المصري ايه ومصلحة مصر ايه واشتغل على هذا الاساس. فما دخلناش مثلا في مغامرات عسكرية خارج الحدود رغم ان في ناس كانت عايزانا نعمل ده. ما دخلناش مثلا في تلاسن او يعني الرد على الشتائم اللي تعرضت لها مصر احيانا من النظام التركي، واحيانا الحدة اللي اتكلمت بها اثيوبيا في مسألة سد النهضة، ما ردناش على الموضوع. هذا الرد او هذه الطريقة في التعامل ليست عن ضعف، يعني خلينا نبقى متفقين مع بعض كده انه مصر بتدير امورها بدبلوماسية راقية جدا بعيدة عن الضعف. انت جاهز بسلاحك، بجيشك، برجالك، بمؤسساتك، لكن انت بتحافظ على ان تزل قدم هذا البلد وهذا الشعب في اي مغامرة احنا مش ناقصينها. ليه؟ لان احنا جربنا سنين من 2011 لحد يمكن دخلنا بعد 2014 في أزمة ضخمة جدا، أزمة في السياحة، أزمة في الاستثمار، الناس مش أمنة، مش مطمئنة تمشي في الشوارع. فجزء من حفاظ مصر على أمنها القومي إنه ما يبقاش عندنا قلق، لأنه زي ما أنتم شايفين القلق بيقود الناس الحقيقة إلى مجهول، إلى حيطة سد. فمن فضل ربنا علينا إن إحنا بننعم بهذا الاستقرار، زي ما قلت تاني، الاستقرار الذي تنعم به مصر والهدوء الذي تتصرف به مصر في كل الملفات الإقليمية ناتج عن قوة مش عن ضعف. بعض الناس يقول لك الله ومصر تتكلمش ليه، ناس في إثيوبيا بيعملوا كذا في سد النهضة وبيقولوا تصريحات عنيفة وعنترية وانت ما بتردش، رغم ان انت رديت في بيان صاخب جدا وسائر جدا من الخارجية، لكن في النهاية انت مش هتدخل كبلد كبير في ملاسنات. طيب احنا النهاردة هنعمل ايه مع حضراتكم؟ عندنا مجموعة من الاسئلة، هذه الاسئلة تشغل بال الرأي العام المصري. والسؤال الاولاني احنا هناخده من الحلقة بتاعت امبارح، يعني احنا امبارح لما قرينا اراء كتير لحضراتكم بعتوها لنا على الصفحة بتاعتنا، كان في سؤال متكرر بيقول يا جماعة هل مصر هتتأثر بخط الغاز، خلي بالكم، بخط الغاز الثلاثي اللي هو ما بين إسرائيل وقبرص واليونان؟ الناس مش فاهمة ايه اللي حاصل، فاحنا خلينا بهدوء كده نقول لحضراتكم المسألة. ليه الناس قلقانة؟ لان احنا هنا